صباح الفل، أنا عماد عن فئة الكوميديا وخالد من الإمارات سألني سؤال حلو قوي، بيقول لي عماد ما هو الشيء الذي كنت تحب أن تفعله بشكل دائم في أمريكا؟ خالد أكتر حاجة كنت بحب أعملها في أمريكا بعيدا طبعا عن البرمجة والكمبيوتر والحاجات المكلكعة العقد دي اللي أنا شغال فيها بس ما بحبهاش دي، هي التمثيل. أنا بحب التمثيل جدا وكنت دايما بنبسط أول لما أروح لوكيشن تصوير إعلان فيلم، أروح حتى الحلقات اللي كنت بعملها في الشارع أسأل فيها الناس في الأمريكان عن الفروقات بين الثقافة المصرية والثقافة الأمريكية وأطلع منهم كوميديا كانت بتضحكني جدا. دي كانت أكتر حاجة بتسعدني وبتبسطني. اتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي اللي على قناة اليوتيوب، كل ما المشاهدات على الفيديوهات دي بتزيد كل ما فرصة فوزي بالبرنامج ده تزيد أكتر، ففوزي ونجاحي في إيديكم أنتم. أشكركم وأتمنى لكم السعادة والتوفيق والنجاح في حياتكم، وإلى اللقاء.